الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. بيانات مهمة فوياجير 2 قد تكشف عن قمرين جديدين لكوكب أورانوس. لبعض الكواكب المحاطة بالحلقات أقمار صغيرة، صغيرة لدرجة أنها تختفي بين الحلقات بحيث يصعب رصدها كأقمار زحل مثلاً، وتصبح مهمة الرصد أصعب عندما تكون حلقات الكوكب مغبرة وداكنة كتلك التي يملكها أورانوس، فحلقات ذلك العملاق الجليدي خافتة يملأها الغبار لدرجة أنه لا يمكن رصد أقماره إلا اعتماداً على مجالات محددة من الطيف الكهرطيسي. بالنظر لتلك الظروف من الممكن وجود أقمار لكوكب أورانوس، ربما فاتنا رصدها، لا سيما أن آخر رحلة استكشافية لذلك الكوكب كانت عام 1986 بالتدقيق في البيانات التي أرسلتها المركبة فوياجير 2 ازدادت الشكوك دون أن تجزم، فقد لاحظ العلماء أنماطا مشوهة في صور حلقات أورانوس تبدو كنقاط لم يتم رصدها من قبل. تقع تلك النقاط بين الحلقات ألفا وبيتا، وهي صغيرة جدا لا يتعدى قطرها 10 أميال في حال كانت موجودة بالفعل. ومن الممكن أن تكون هذه الأقمار صغيرة لدرجة أنها تبدو كنقطة في الصور الملتقطة باستخدام تلسكوب هابل أو أي تلسكوبات فضائية أخرى، لذلك لن يكون وجود هذه الأقمار مؤكدا حتى تقوم ناسا بإطلاق رحلة استكشافية إلى كوكب أورانوس من أجل البحث عن إجابة لهذا السؤال، وأسئلة أخرى ما تزال دون إجابات بخصوص هذا العملاق الجليدي الغريب وأقماره الأنيقة.